السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدناكم قبل أننا غادي نديرو لكم فيديو على ماء الرادياتور. كاين الماء العادي بطبيعة الحال اللي غادي نهضرو عليه، شنو الأسباب اللي كيديرو، شنو المشاكل اللي كيديرها. حنا غادي نهضرو دابا أشنا هو الأونتيجين. الأونتيجين هو واحد الماء كيصنعوه مختص بطبيعة الحال للشركة ديال السيارات، أنه يكون في المحرك باش كيحافظ لنا على المحرك من الأجزاء، محرك من الداخل من التآكل، وكيحافظ وفي واحد المادة يعني لزجة أنه كيحافظ لنا بطبيعة الحال، حتى كيدور بواحد الشكل كبير في المحرك، وكيحافظ لنا على الرادياتور ما كيشدناش، وجميع ديك التقابل اللي كيجيو في وسط الموتور من الداخل كيبقاو في الحجم ديالهم الطبيعي. هاد الماء هذا سبيسيال بطبيعه الحال، كاين شركات المصنعه اللي كاين كدير واحد النوع ديال الماء اللي ماشي دوريجين، كيكون ربما غير صباغه كيف ما كنقولوا. هاد الماء كاين بزاف ديال الانواع، ولكن اشهرهم وافضلهم هو كيف ما غادي تشوفوا معنا، ماء الكولور ديالو احمر. هذا افضل انواع ديال المياه بطبيعه الحال اللي مصنعه، وكينصحوا بها بزاف ديال الشركات ديال السيارات. هذا يعني الدور ديال هذا الماء هذا، وحتى كيحافظ لنا حتى على درجه الحراره بطبيعه الحال اللي كتكون مرتفعه في بعض البلدان بحال الخليج، وحتى ولا كان درجه الحراره عاوتاني في مناطق مثلا اللي عندهم الثلج بارده بزاف، ما كيتجمد لناش هذا الماء، وكيحافظ لنا يمكن ننظم الطوموبيل ديالنا الماء كيسيركيلي عادي ما كيتجمدش، يعني فيه درجه تحت الصفر انه ما يتجمدش، وملي كتكون درجه الحراره مرتفعه بطبيعه الحال ما كيوقعلوش مثلا الغليان وداك الشيء. اذا هذا الدور ديالو. بالنسبه لهذا الماء ديال الرادياتور، فوقاش اللي خصو يتبدل؟ الماء لونتيجين عنده 80000 كيلومتر او لا 100000 كيلومتر ملي كنبدلوا لاشين ديستريبيسيون اللي السمطه اللي غادي تكون الحلقه ان شاء الله اللي مجيه عليها. ملي كنبدلوا السمطه ديستريبيسيون خصنا نبدلوا حتى الماء ديال لونتيجين، خصنا نبدلوا الماء ديال الرادياتور والثيرموستات بطبيعه الحال، ونبدلوا الغلاق ديال الرادياتور كيف ما تشوفوا معنا بطبيعه الحال. يعني هاد المسائل خصهم يتبدلوا في دقه واحده. ملي نجيو نبدلو الماء بطبيعة الحال ديال الرادياتور، كيفاش خصنا نبدلو؟ أول حاجة ما خصش تكون السيارة ديالنا سخونة وحنا كنطيحو، ولا الماء بطبيعة الحال كاين أنواع ديال الطوموبيلات، كاين اللي كيجي عندهم بوشون في القاع ديال الرادياتور، كاين اللي كيجي عندهم في الموتور واحد التيو كنحيدوه باش كيهبط لنا الماء. ملي نجيو نبدلو الماء ديال المحرك ديالنا، خصنا أول حاجة نخليو الطوموبيل واحد جوج حتى ثلاثة ساعات تبرد، تتبرد مرة وعاد يمكن المعلم انه يفسخ لنا الماء باش كيهبط الماء كامل، ويشد لنا داك البوشون ويكب لنا الماء الاخر، يخلي الماء يتكب مزيان باش ما يبقاش فيه الريح، باش يهبط الماء على خاطره. ملي يكب الماء المستوى بطبيعه الحال على حسب السياره، خصو يكون عارف هو كمتخصص ان الطوموبيل شحال كدي ديال الماء، يديماري لنا الطوموبيل، يشد الغلاق ديالها بطبيعه الحال، يبدلو هذا الغلاق، خصو يتبدل ديال القرعه ولا ديال الرادياتور يتبدل جديد، والثيرموستات حتى هي تبدل جديده. وملي يدير لنا الماء يديماري لنا الطوموبيل ويتخنا في بلاصتها حتى يخدموا لنا الفرافر. ملي كيخدموا لنا الفرافر بطبيعه الحال كيدل على ان دوره المياه عاديه وما كاينش حراره ديال المحرك، والماء راه دار في الموتور. من بعد ملي غادي يخدموا الفرافر غادي يسكت داك الطوموبيل ويخليها تبرد عاوتاني مزيان، حتى تبرد مزيان ويفتح لنا الغلاق، حيت غادي ينقص لنا الماء شويه ويزيد يدير لنا الماء ويتاكد واش كاين شي فويت من شي بلاصه، يعملنا الماكسيمو ديالنا ويشد لنا الغلاق ديالنا بطبيعه الحال يكون جديد. وداك الساعه كانت انتهيتي بالنسبه للماء ديال الرادياتور الجديد لونتيجين. ومن الاحسن انك تستشر الناس اللي كيبيعوا او المختص ديالك انه يعطيك افضل انواع ديال الماء ديال الرادياتور، ماشي غالي. لما عرفتيش يمكن لك تقرا في الكتاب ديال الكتيب ديال السياره ديالك، غادي تلقى بالضبط شمن الماء اللي غادي دير للسياره ديالك بطبيعه الحال. بالنسبه للاضرار اللي كيديروها المعادن، المعادي من اخطر المشاكل في السيارات، وبالاخص حنا عندنا في المغرب، هي المعادي ديال الطوموبيلات. يجي واحد يدير لك معادي وعادي وكيمشي بالطوموبيل وكيجري وكل شيء، وعام عامين ثلاث سنين ولا غير كيزيد لها، فهذا خطير جدا. اول حاجه المعادي يعني كي معروف كياكل كيتصدع، يعني كيشد لنا داك التقابل اللي في وسط المحرك كيشدهم، ما كيبقاوش يعني التقابل كيتقلصوا ما كيبقاوش واسعين، بالتالي ما كيجوزولناش الماء مزيان، كترتفع درجه الحراره. كيشد لنا داك التقابل ديال الرادياتور اللي هما صغارين بزاف، كيتشدوا بالكاركير اليوم غدا وكيغلي. وفي نفس الوقت ملي بحال دابا حنا بعض المناطق اللي عندنا في المغرب اللي فيها تجمد طبيعه الحال والثلوجات، حتى الماء يقدر يصبح لك جامد بالنسبه للمعادي، يصبح جامد في المحرك، وملي ديماري الطوموبيل لا قدر الله يتشق لك المحرك ومشى الموتور. اذا الماء لونتيجين كيحافظ ما كيتجمدش وما كيطلعلوش درجه الحراره بزاف. الماء احسن نصيحه نعطيكم انكم ما ديروش الماء عادي للسيارات، حتى ولا شريتي سياره فيها معادن ننصحك انك دير لها الماء لونتيجين افضل. ماشي غالي بزاف وماشي مكلف، وفي نفس الوقت يكون غير السيد اللي غادي يدير لك ما مختص وعارف شنو كيدير، وتبدل لها بطبيعه الحال الغلاق ديال الرادياتور او ديال القرعه ديال الماء والثيرموستا،
والماء ما تنساش يتبدل كل عامين او لا كل 100,000 ولا 80,000 كيلومتر. وبهذه القضيه هذه كتكون انك حميتي المحرك ديالك وحافظتي على طبيعه الحال درجه الحراره. وما تنساش بحالنا حنا كاشخاص، درجه الحراره ملي كترتفع لنا راه كلشي كيمشي، يعني ما كتبقاش عندك القناه، ما كيبقاش عندك الاداء، ما كيبقاش نفس الشيء المحرك ملي كترتفع درجه الحراره ما كيبقاش عنده اداء، ولا قدر الله زيتي بها هكا كتخرج عليه، اذا خصك توقف. وبالتالي كنكونوا اننا يعني وصلنا لكم شنو هو الماء ديال الرادياتور، ونتمنى انكم تستفدوا. كنحاولوا نعطيكم بعض النصائح صغيره على انه باش كل شيء يفهم وكل شيء يعرف النصائح اللي كنقدموا شنو هي. ما يمكنناش نهضروا بطبيعه الحال باللغه ديالنا احنا كمختصين في الميكانيك مثلا او في السيارات باللغه مثلا اللي كنعرفوها او بالبيات، لان ماشي كل شيء غادي يعرفنا، ولكن احنا كنحاولوا نبسطوا الامور باش كل شيء يفهمنا علاش بالضبط كنهضروا شنو هو هذا الماء وشنو هو هذا الماء وشنو هو هذه الحاجه وشنو هو هذه الحاجه. الحلقه اللي جايه ان شاء الله غادي تكون على لاشين ديستريبيسيون او لا الكروه ديال المحرك بطبيعه الحال اللي هي الصمته معروفه كنقولوا صمته الموتور، وعلاش حال كتبدل، وغادي يكون المهم حلقه عليها ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، وما تنساش دائما عوض انك تحضر لنا شنو كيديروا، حاول ما امكن تدير شي حاجه مزيانه دائما كيف ما كنقول لكم. الانسان غادي يضيع وقته مثلا في باش يشوف الناس ولا يتبع الناس، يحاول ما امكن هو يقول انا شنو درت لهذه الحياه وانا شنو مطلوب مني، ونظره انت قادر دير بزاف الحاجات.